من تلفزيون الدنيا في دمشق نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. نفذت وحدة من بواسل جيشنا كمينا محكما لمجموعة إرهابية مسلحة جنوب مدينة ضمير بريف دمشق، تسللت من الحدود الأردنية، ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين ومصادرة أسلحتهم وأدوات إجرامهم. وأشار مصدر عسكري إلى أن الأسلحة المصادرة شملت مدفع B10 وقواذف RPG وعشر بنادق آلية وقناصة وكمية كبيرة من الذخيرة المتنوعة والأقنعة الواقية وأجهزة الاتصالات الحديثة، إضافة إلى مصادرة السيارة التي كانت تقلهم. دمرت وحدة من قواتنا الباسلة وكرا بما فيه من إرهابيين وأسلحة في حي بابهود بمدينة حمص، ودمرت تجمعا للإرهابيين قرب مركز ناحية تلبيسة بريف حمص، وأوقعت عددا من الإرهابيين بين قتلى ومصابين، من بينهم الإرهابيان عز ومصطفى أصويس ومحمد علي الحسين. وقال موفد الدنيا إن قواتنا المسلحة الباسلة أردت عددا من الإرهابيين في مدينة الرستن، بينهم السعودي عبد الله القاسمي ومحمد الطقس ومروان منصور وسامر أيوب، كما قضت على المدعو عمار موسى الملقب أبو إسلام متزعم مجموعة إرهابية، وعلى معظم أفراد مجموعته في البساتين المحيطة ببلدة الزارة بريف تلك الأخ، بينهم عبد الرزاق الأميري. هذه هي جثث بعض المجموعات الإرهابية المسلحة التي حاولت التسلل إلى قرية قميري. هذه المحاولة كانت من قرى الزارة وقلعة الحصن. كان هناك أعداد كبيرة أدى إلى حالة ذعر بين الأهالي والمواطنين في هذه القرية، أدى أيضا إلى سقوط عدد من الشهداء في هذه القرية. أغلب المجموعات الإرهابية المسلحة والإرهابيين الذين حاولوا الدخول إلى هذه القرية هم من جنسيات غير سورية. تم القضاء على أعداد كبيرة منهم، هم انتشرت جثثهم داخل هذه البساتين. ذبحونا 3 مدنيين قطعولين روسهم بالفراعات، وهجروا الأولاد وفاتوا عن النساء وكسروا بيوت. هجموا علينا المسلحين من كل الجهات، من الأربع جهات هجموا علينا وشردونا وطلعونا من بيوتنا. ما نعرف الضرب من وين يجينا، بالصواريخ ما بنعرف شو شكل السلاح اللي يضربوا علينا فيه. إذا بدي أحكي لك شو صار، اللسان بيعجز عن الوصف. شو بدي أوصف لك؟ إجونا من جميع الجهات يا خيتي. المسلحين عمتنا عمي، من مغرب من مشارق لايك من شويهد من الحصن من الحصريه من الزاره، السوين بدي قلي من شميسي، ما بقى نعرف منين بدنا نطلع. هجروا الطفل، هجروا النسوان، الاولاد غاروا علي، حرقوا البيوت فاق راسنا، هدموا بيوتنا. شو هسه بدي قلي؟ اشكالهم غريبه، دقونهم طويله، حاطين هون على راسهم جبهه النصره، حاطين شيء اسود، هن من جبهه النصره والدقون تبعهم طويله وهن قصار، ماني طوال قصار. وصلنا الآن إلى قرية قميري، هذه القرية التي تعرضت يوم أمس لمحاولة مجموعات إرهابية مسلحة التسلل إلى داخل هذه القرية. كما تلاحظون يعني طبيعة هذه القرية خلفها هو وديان وتلال. هذه الوديان كانت هي وجهة المجموعات الإرهابية المسلحة التي تسللت عبر هذه الوديان إلى هذه القرية. حسب مصدر عسكري صرح لنا بأن المجموعات الإرهابية المسلحة هم شيشانيين، يعني إرهابيين شيشانيين، بالإضافة إلى أنهم من جبهة النصرة. قامت بعض المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في بلدة الحصن ومزارع شويهد بالإضافة إلى قرية الحصرجي والزارة بمهاجمة قرية قميري الصغيرة والآمنة والاعتداء عليها وتهجير أهاليها، بالإضافة إلى كسب أو سرقة مواشي هذه القرية وممتلكاتها، وقاموا بتهديم منازل نتيجة الضربات الهاونة التي استخدمها المسلحون وضربات الدوشكا والعربات 23. الجيش لوحدات الجيش العربي السوري المتواجدة على أطراف قرية قميري وبالقرب منها قامت بالتحرك بشكل فوري والتصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة. إذن هي محاولة جديدة من المجموعات الإرهابية المسلحة بالاعتداء على المواطنين الآمنين، فكان لحمة الديار قولهم وكلمتهم بالقضاء عليهم. كانت معكم كندا الخضر لأخبار الدنيا من محافظة حمص.